ولفنا نشوفوا في مصارعة الثيران باللي الثور يهيج كيشوف اللون الأحمر، بصح هاد المعلومة كاينة منها ولا لا؟ تبع تفهم. يعتقد باللي توجد علاقة خوف وكراهية وغضب بين الثور واللون الأحمر، لكن من الناحية العلمية هاد الشي ما كاش منه، لأنه الثور كما بقية المواشي عنده عمى ألوان بالنسبة للون الأحمر والأخضر، لذلك فهو عاجز عن رؤية اللون الأحمر أو إدراكه أيضا. والحاجة اللي تخلي الثور صح يغضب ويهيج هي الحركات اللي يديرها المصارع بالقماش الأحمر اللي بطبيعة الحال تخليه يهاجم المصارع، مع العلم أن الثور الذي يستخدم في مصارعة الثيران يكون من سلالة عنيفة ويتم تربيته على أساس أن يغضب ويثور لأقل حركة مفاجئة. ومعلومة أخرى اللي بالك بالزف ما يعرفوهاش، أنه استخدام القماش الحمراء والتلويح بها في الجزء الأخير من المباراة يدل على حلول موعد قتل الثور، بحيث أنه تبدأ أعنف مرحلة في المباراة وهي الدماء المتطايرة أثناء قتل الثور، فيتم استخدام القماش باللون الأحمر لمحاولة التغطية على لون الدماء وكميته والتخفيف من حدة المظهر. وزيد حسب مصادر تاريخية، مصارعة الثيران تعود إلى عهد الحروب الصليبية بين المسلمين والمسيحيين، وتم استخدام الثيران لأنها الحيوان الوحيد الذي لا يهرب عند المواجهة، مع العلم أن الثيران اللي راهم يستخدموها في وقتنا في المصارعة خاضعة للتهجين بين الأجناس والسلالات لعشرات الأجيال. إذا عجبتك المعلومة تاع اليوم، ما تنساش تقول لنا في التعليقات.